السلام عليكم. ان شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا النهار بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الحمص الليباني بالطحينه. الطحينه هي واحد كنقولوا ديال الجنجلان، يعني جنجلان مطحون. وهاد الوصفه يعني كناكلوها بحال سلاد او اونتري، يعني وكتنكل بارده وكتجي زوينه وصحيه، يعني فيها مكونات اللي هي جد صحيه. كما كتشوفوا هنا كنقدموه بهذا الشكل او بهذه الطريقه اللي انا كنوري لكم دابا، يعني مع الحار وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الاعشاب. دونك اول حاجه كنبداو بها اننا كنكونوا رقدنا ديجا الحمص ليله كامله في الماء بحال اللي كنطيبوا الحمص ديال الحريره، كنرقدوه مزيان ليله كامله، ومن بعد كنشدوه كنطيبوه يعني واحد الساعه، قريب ساعه يعني في الكوكوط، يعني خصو يطيب مزيان. كنزيدو مليحه، كنردوه فوق النار وكنخليوه كيطيب. من بعد كنحتاجو المقادير التالية. ها هو الحمص من بعد ما طاب وخليناه برد شي شوية، يعني فريمون كيطيب مزيان. دونك كنحتاجو زيت الزيتون واحد نص كأس. عندي هنا الماء ديال الحمص اللي احتفظت به، اللي طيبت به الحمص، احتفظت بواحد نص كأس او هذا كأس صغير. كنحتاجو عصير حامضة، ربعة ديال الفصوص ديال الثوم او اكثر كما بغيتو. وهنا العطرية عندي الكمون والملحة والبزار. وهذه هي الطحينه، هذه هي الطحينه كنشريوها جاهزه ديال الجنجلان، هي هذه كما كنوريكم. انا كنشري هذا النوع، هذا يعني نوع زوين، جربته بزاف يعني كيعجبني. دونك كنشدو المقادير كامله وكنطحنوها في الميكسور، و فاميكسي تو لي زانغريديون. اي فو با جوتي اوسي لو دو كويسون دو pois chiche، parce qu'on aura besoin pour mixer les ingrédients. Sinon, vous prenez l'eau normale. Moi, j'ai gardé un petit verre ديال الماء ديال اللي تسلقنا فيه الحمص. غارديت واحد كاس صغير باش كنحتاجوه، كنزيدوه في الحمص مي كنطحنوه باش كيجينا يعني خفيف، ما خصوش يجي عاقد. وكنبقاو نزيدو يعني الماء والحامض على حساب يعني الكميه ديال الحمص، يعني على حساب. انا هنا خديت ابوبري واحد 300 غرام ديال الحمص. ومن بعد ملي كنطحن كنبقى نزيد الحامض والماء، يعني حتى كيولي عندي داك الخليط يعني خفيف ماشي عاقد بزاف. كان هذا هو الوصفه ديالنا ديال هاد النهار. نتمنى انها تنال اعجابكم، يعني انها وصفه صحيه وزوينه، وكننوعوا بها مره كنقدموها بحال ان سالاد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه. وما تنساوش اكيد انكم تدعموني بلي لايك ديالكم، وكنشكركم على لي كومونتير اللي كتخليو ليا، وكنقدموه حتى مع الحامض وزيت الزيتون، يعني تنزيدو حتى الحامض هكا ملي كنبغيو ناكلوه كنبقاو نزيدو الحامض. والى وصفات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه وشكرا للدعم ديالكم.